الرئيس والمستشار النمساوي يهنئان مسلمي النمسا بمناسبة عيد الأضحى. المستشار النمساوي: لن نسمح بتصعيد الصراع الروسي على أراضينا. وزير الخارجية يصف رئيس ميليشيا فاغنر الروسية بجنون العظمة. وزير العمل يواجه العاطلين عن العمل ذوي الدخل الضئيل بإجراءات صارمة. شركتي فين أناجي وفابون تعلنان عن تخفيض أسعار الطاقة. وزيرة الطاقة تؤكد الحاجة للتحرك السريع في تقليل واردات الغاز الروسي. والنمسا العليا تطلق ورش عمل للاجئين القصر للحد من العنف وتعزيز القيم. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. عاد الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. قدم الرئيس النمساوي ألكسندر فان دن بيلن والمستشار الفيدرالي كارل نيهاما وحاكم فيينا ميكائيل لودفيغ التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقد أعرب قادة الدولة عن أمنياتهم لجميع المسلمين بعيد سعيد مليء بالسلام والخير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليوم الثلاثاء. وأعلن المركز الإسلامي الكبير في فيينا عن إقامة صلاة العيد باللغتين العربية في الساعة 6:30 والألمانية في الساعة 8:00، وكان قد شارك في صلاة عيد الفطر ما يصل ل50,000 مصلٍ. قال المستشار النمساوي كارل نيهاما أن التطورات الحالية في روسيا تثير حالة من عدم اليقين وأنها قضية روسية داخلية. وأكد نيهاما أن النمسا تتابع الوضع عن كثب مع شركائها الدوليين. أضاف المستشار أنه تم اتخاذ إجراءات احترازية في النمسا مشددا على أن الحكومة لن تسمح بوقوع أي صراع داخلي روسي على أراضيها. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن القومي النمساوي اجتماعا طارئا في وقت لاحق اليوم برئاسة المستشار وبحضور وزراء الدفاع والداخلية والخارجية بالإضافة إلى قادة الأمن. Es ist ganz klar, dass diese Situation, wie wir sie jetzt erleben, Verunsicherung und Unbehagen schafft. وصف وزير الخارجية النمساوي شالنبرغ رئيس مجموعة فاغنر إيفغيني بروكوجين بأنه مصاب بجنون العظمة. جاءت تصريحاته خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ. وأوضح شالنبرغ أن بروكوجين قد تحرك على مسافة 200 كيلومتر عن موسكو، وشدد على أهمية دعم أوكرانيا في كفاحها من أجل الاستقلال، ومؤكدا على ضرورة رد فعل موحد ومتزن من الغرب، ودعا إلى إظهار الوحدة وعدم إثارة المزيد من التوترات. أصدر وزير العمل النمساوي مارتن كوخا قرارا جديدا يشدد على العاطلين عن العمل الذين يحصلون على دخل ضئيل إضافي. وتهدف التغييرات إلى تسريع توظيف العاطلين عن العمل عن طريق زيادة المراقبة وفرض عقوبات، بحيث سيتم مراقبة الشركات التي توظف العاطلين عن العمل ذوي الدخل الضئيل بشكل أكثر صرامة. وتأتي هذه الخطوة استجابة لنقص العمالة في السوق، فيما يتطلع الوزير إلى تعزيز الفرص والتأمين الصحي الكامل للعاطلين عن العمل وتوفير الفرص المناسبة لهم. تعتزم شركة فين أناجي خفض أسعارها من الكهرباء والغاز والتدفئة في فيينا بحزمة إغاثة مالية قدرها 340 مليون يورو. التخفيضات ستشمل جميع العملاء وتستهدف تخفيض الأسعار بشكل دائم،
وستعلن التفاصيل النهائية لاحقا. وقال شركة فابونت أيضا أنها سوف تخفض أسعارها وتقدم عروضا خاصة، وقد لاقت الخطوة ترحيبا وانتقادا من الأحزاب السياسية. وكانت فينانجي قد سجلت أرباحا كبيرة في العام الماضي وتعهدت بمساعدة مالية بقيمة 140 مليون يورو. أكدت وزيرة الطاقة النمساوية ليونيا جيفيسلا على الحاجة الملحة لبلادها للتحرك بشكل أسرع لتقليل اعتمادها على واردات الغاز الروسي. وأكدت الوزيرة أن الإمدادات من روسيا غير آمنة وستظل كذلك، وأوضحت أن النمسا تعمل على عدم إبرام اتفاقيات جديدة لشراء الغاز الروسي، حيث تعتبر شركة أومفاو النمساوية القناة الرئيسية لتدفق الغاز الروسي إلى النمسا، وما تزال الشركة مرتبطة بعقود طويلة الأجل لشراء الغاز الروسي. يذكر أن النمسا تمتلك مستودعات غاز كبيرة ونجحت في شراء وقود غير روسي. وفي الخبر الأخير، أعلنت مقاطعة النمسا العليا عن تقديم ورش عمل للاجئين القُصّر الوحيدين لمنع العنف وتعزيز القيم لديهم. وبيّنت المقاطعة أن حوادث الجنوح ازدادت فيها، مما دفع الحكومة لإجراء دراسة حولهم. لذلك أطلقت حزمة احترام النمسا العليا للتقليل من حوادث الجنوح، وبذلك يجب على الجميع إكمال 3 دورات تدريبية بمعدل 150 دقيقة للوحدة، وتشمل ضباط اتصال للشباب وورش عمل في المدارس لزيادة العروض التعليمية وتدريب الشباب على احترام أقرانهم في المجتمع. نتمنى لجميع الحجاج طاعة مقبولة إن شاء الله. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق انفجراد على هواتفكم. أمسية سعيدة، كنت معكم أنا أسامة، وإلى اللقاء وإلى نشرات أخرى.